يعني فتاه يرزق في النهار وعين القيلة والضوء متاع البيت يشهد علي بالله لكذبها اللي قال الضربة اللي فيه جنبك كاينها في حيط. يا أم كلطيفة يا أم كلطيفة أوصل أوصل يا مصطفى أني في الكوجينة. زيد عطف صار أنت قاعدة هون ومخليها ضوء البيت متاعك يشهد عليش هكا عليش شعمتك خاطيني شطال بالطال وراس ولاي دختي ليش عالت وينة اش بيك صبحت انك قرقر عالضاوي يا ولادي اش تم ما هو لبيس انا هي اللي كنت في البيت. ايوة صار انت هي اميمتي ما لا سمحني نحسبها ام كلطيفة عامل عليها بالعاني بلي هكا اما بجد تطلب مني انا السماح اللي تهمتني بالباطل ولا تطلب فيه من اميمتك اللي طلعت هي اللي عاملة عليك بالعاني وطول النهار وهي تشعل في الضوي وتعاود ولا اللي تضربوا يده وما توجعوش. الله غالب وخيتي حاجة ربي وخيتك عويناتي ما عادش ندل بيهم ونفرز بالباهي وزيد ولادي ماشي يكمل عليهم اليوم وبحشوا من هالصفرة متاعو. ايه اسم الله عليك وعلي وكان الزيت مترهدين متاعك خايل لك قول هيك بديت تسخن وتبندر من توا قدامه باش ثماشي ما يتفكرك في حوايجة باهية ويجيبها لك في يده من غاد بالساكتة مني ومن بنتي. متعاش بالساكتة منك ولا من بنتك الولد ولدي ويسلم فيما جبت وربيت وقد ما يجيب لي ويكركر شوية وما يخلصش ديونه معايا وكان حتى قدامي ويسمع فيا اما نجيب ونكركر لأميمتي قول حتى وكان نجيب لك الشمس مع القمر ونشوي لك اللحم عالفر على طول العمر ما نوصلش باش نرجع لك حتى العشر. لين اش ثم هذا الكل محبة فيها قلت محبة واسكت محبة واجب عليا ومن غير مزيتي يا ام كلطيفة تشبيك راهي الأميمة ما أدراك هاكي الحنينة والغالية كما في بالكش خصتها كان جات غالية عليا بالله أرخص من زبيد أختي لا ثم في هالدنيا وتزيدك زيادة أخرى وقول قالتها نسيبتي يا لو كان جات لعبات تتباع في الأسواق راهي حتى 2000 فرنك اما يمتك ما تسواهمش قال لك انت ما تسواهمش 2000 فرنك اما عنده ليدها تجيب شي فلوس العالم كامل وذهب وديامنتو ما يسويش حتى في صباصيق الصغير يرك الطير اكثر من انت مش الطير نهار اليوم في هيك الطياره اللي مسافر فيها تدكك عليا وتحب تشعل لي ناري يا رهدين يا ابو جهينة في ساعة قلبت الفيستا اول امس في الايام الكلام هذا بكله كنت تقولوا علينا واليوم وليت تقول فيه على ميمتك هكا قبل يا حسرة الواحد كانت عينيه مغمضة وسير حبي هناك كيف ما كانت تقول لي ميمتي أما توا الحمد لله يا ربي الواحد عينيه تحلت وفاق على روحه وما يجي حد في بلاصة حد بالله لأمي مميمة ونسيبة أيوة شو ليدي كلام الحق ما تسد عليك كان ميمتك يا كبدي أما اللي كان داير بيك عمره ما يسد عليك واللي مركب ركوب مستحيل باش يدخل القلوب اما قلوب يا قرن الخروب الله لا تسامحك كيف عبيت قليب وليدك عليا يا دغرية وانا نقولش بيكم هالايامات الكل وين ما ندخل على غفلة نلقاكم قرنين الروسة تحسبني صغيرة ونرضع في صبعي ومانيش فهمتك افهم كيما تحب ومانيش مجاوبتك حتى حرف شد هكا من يد يا مصطفى ورقة القضية متاعي لا تنساها بتبهذيل الشيرة متاعها امشي عاد كي ترجع بسلامة ربي من السفر قل لي ما ثماشي يا ميمتي ولا راني لقيت مغالي وهي ثم حاجة في الدنيا تغلى على ميمتي اذا كلمه تقوله يا حاجة وهي يا حنا شنو مع هالقضيات اللي وصاتك عليهم يا مصطفى مالك ومالها ديما في صنعتك تسأل على البسباس ومكان له غراسة بحبني فيها الصنعة يلا غير تجيب لها من هيك مزود البوماطة اللي وصيتك علي أنا ورحمة ميمتي العزيزة اللي شوت لي الكبدة يلو كان نلقاه ولا نطيح بيها عندها ما غنايا كان ندور ببنتي ونعبي لها قليبها عليك كيف ما عبيت لك ميمتك قلبك عليا ونخليها تغضب عليك جمعة ولا حتى جمعتي يلا غير تعملها العملة يا أم كلطيفة وجه وانت الشي هذا لا لا وجهه قافيه من هوني والغط ومية في المية مدامك قتلي هكا ناوي ماشي تجيب لها منه ويا حنا هالمزود بوماطة اللي خايفة عليه متعاش يا قربة ايوة ما خيبك يا صنعتي عند غيري كانت نسنيس الله معافينا ما يهمكش فيه متعاش اتلها بحوايجك اتلها بحوايجي ايما لا تعرفش كيفاش يا مصطفى نعم هالمزود بوماطة اللي وصلتك عليه
كانوا متاع هيك البرد القديم جيب لي منه زوز ولا سلاسة ومن بعد كي تجي نعطيك حقهم وليدي. لا لا ما لا تهنى، ما هوش متاع برد قديم، هذا متاع برد جديد يا ميمتي، والبقعة القديمة كيف تدهنها به تولي هكة تلمع وجديدة إن شاء الله. هيك اللي نحيو به الصديد، مش صديد صديد. وباش نزيد نسهلك شوية، كيف العبد يكبر وربي يطول في عمره ما عنده وين هارب منه. برا 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 عرفته. شنو إن شاء الله هيك اللي يقولوا له الزهايمر. ما هوش الزهايمر يا ميمتي، التكميش، الجلدة المكمشة كيف تدهنها بهالمزود تتلق وتولي جديدة. وعد الله على عقلك وعقلها يا وليدي. سمع وانتي تصدق الحكاية يا درويشة. وانا مين انا في الحكاية وميمتي باش تقولي هكا؟ هي جابت لي اسمها المزود امقيت في ورقة من عند حجامتها رفيقة. من عند حجامتها رفيقة، يعطيك بختها الحريقة. الفولة عمرك ما تبلها في فمك وبالوقت ترميها لامك. جاب ربي هذلك الوصيتك باش ما تثبتش الحديث وما تعودوش، خاصة قدام ميمتك. اتهنى يا لطيفة اختي، يعاودوا ولا ما يعاودوش عندي كيف كيف، على خاطر انت بالذات ما يجين منك حتى شي عجب بعد اللي حفنة الزبيب تحب ترجعها عنقود عنب. لا لا يا أمي انتي هديك ما تستعبرش من أخيتك، وبعد الحديث هذا ومثله الكبر والشيب عمره ما كان عيب، رجعت الفرد مرة حفنة زبيبة. عميل شكون يا ذيب يلي ديما تفضح فيا قدام العدو الحبيب؟ ما هي بكلها جرائرك وعميلك. انت عاش عميلي انا يا مكلطيفة خاطيني، انت هي اللي خايفة وش بتحكاية المزود. أما مزود وما حذرة زيدة اللي قاعدين تحكيوا عليها، ما زلت كانش قاشق بوسعدية ما جبتوهاش في هالدار. لا لا مريت ولدي تهنى، اش قاشق بوسعدية موجودين في هالدار. عاوكم في الوايدات ميمتك وعملت بهم العار، هذه هي اللي يلبس شيقة بعد عليه يمشي ويتلف التورة. شمالتها يا حاجة؟ تقصد اللي مش مستينس بالبخور تتحرق حويجه؟ هاك هي يحجب عليك يا كنتي، كي جابك ربي في هالدار ما تفهمني كنتي. لا لا حتى انا فهمتك يا خارفة. اغليو في بعضكم وكسكسو انتي وهالكنة اللي عندك، اغليو من هالعمارة متسلوكة. رديتهم مش قاشق بصعدية يا مغيارة ويا حسودية، هيك حال اللي ما يطولش العرجون وبرا. ما عرجون يا مزود المعجون، اتيانا وكان عيني فيه مسلوك طوى نعمل مسلسلة كاملة ونسلسلك بيها يديك وسقيك. ملا المرأة في عقاب عمرها طلعت عقاب 4 فردات سلوك ذوق 9، تقولش عليها شكسبت في حياتها. وين عادك وين عوادك، ما زلت نكسب الخير والبركة. للعقل الساعة حتى يجيوا فلوس الزيتون وتوى تشوفني اشماش نطلع بيهم على بونتوك. وعد الله عليك وعلى عقلك، وين ماشي فلوسك يا حمار في الصفيحة والمسمار؟ وكان مشيت قعدت بيهم وفايمك خير لك، هو تقولش عليه دربوكة؟ هاش خلى بنيتك طول الوقت وهي تفرملك في اللحم وترحيلك في الماكلة؟ تقولش عليك ظنى صغير. تيك هو عادي حاجة، رجع الربي وأولنا صغار وعقابنا صغار. لا لا يا ابني دخلتي غلطة في حساباتك. كيفاش؟ وين عادها وميمتك وش عندها ما شافت في الدنيا؟ يا أخي قدش عمرها هي باش تحب تكبرها ليه ليه؟ تيك أنت ترد عندها شي 9 سنين فوق 70 ولتو ما قفلت حتى 80. كان أنا عندي 9 سنين فوق 70 ملا تلقى ميمتك عندها 10 سنين فوق 90. يجيشي هكا الحساب يا زبيد اختي ولا انا غلطة؟ غلطة يراك من فيا في جلطة ولا في مالطة؟ خليني نرتاح منك ما دامك ما بقاش تفرز في العمرية. ها رديتني امك حفصة ولا امك بكوشة رحمت الله باش تردني قفلت المية يا دونية؟ ربي كبرنا في الطاعة يا ميمتي، وبعد الحديث هذا ومثله راهو العمر ما يتقاسش بالسنين، يتقاس بالعقل الرزين. وانت تبارك الله عليك عقلك يوزن البلاد كامله، مش كيف الغير لا يفرز بين الطفطه ولا بين الحرير. اش كان هي اللي ما تفرزش بين الطفطه والحرير؟ يا حسر عليك يا ولية خالتي، اميمتي هيك اللي قدامك كي تولدت امها لفتها في شير بحرير، معناتها اول ما حلت عويناتها كيف جات لها الدنيا حلتهم وشافت بهم الحرير. واللي ما عندوش شاهد كذاب، اسال اميمتك تو تجاوبك. لا بني تختي ما عندي ما نجاوبه، غلطة في حساباتك. شكون هو اللي قال لك هالحديث؟ هي بفمها تحكي لي مليانة صغيرة، وكل ما كلمتين تقول لي ميمتي يرحم عظيماتها لفتني في شارب حرير يا بيا بنتي. وراس مريت ولدي تكذب عليك. اوه كان عندنا حرير وقتها، احنا قبل عشنا ناس قلالة وزواولة وما نكسبوا من القماش كان الغرايز ولا البوش. واهو تو يجي خالك السعيد ويحكي لك. اش معناتها يا ميمتي؟ نفهم من كلامك تحب تقول اللي يكذب يكذب على الميت وما يكذبش على الحي، هكا ما هو؟ لا لا وليدي
هالمصيبه اللي عندك كذبت عليهم الزوز الميت والحي. واو توا يجي خالكم واسالوه كيما قلت لكم، وتوا يقول لكم امي انت فاش لفتها كي تولدت. ايه وخالي سعيد اش ما دخلوا فيها الحكايات نتاع نساء يا حاجه؟ زعما مازال يثبت عليها ويثبت على ميمتك فاش لفت وخيتك لطيفه؟ شنو اللي يثبت يا بيا؟ عندك فيها شك هذي؟ تخالك يا سعيد يثبت حتى على نهار القعاده نتاعو، ويثبت على النجار اللي يصنعها لشدك وبحاله بليزي. موش يعني عنده في راسه موتور ولا اورديناتور، موش عنده مخ وبرا، اما كمسيك ما جاتش كامله وبرا، عنده حاجه واحده عمره ما يثبت عليها وديما ينساها وما يتفكرهاش، وقت اللي يتسلف الفلوس من عند حد سلامتك فيه دوب ليش يا خوم ينساهم. ايه ينساهم، محسوب لقيته موكله ولا باش تردوا قلاب؟ لا حاشا وكل، خطير خالص عيد القلبة، اكبر مخلص واذيق واحد في دار القفل. يا بيا يا قطيرة العسل، اي حل الخارج حل. اي يا سيدي اوك كل شيء بالحاضر، قلت لكش راهو اكبر مخلص اوك دوب ليش دفعت عليه خلصك بالوقت وقلك يقتل كاسر. يلا هات باش استنى برا مشي حلو الباب خير ما يندم على قطيرة العسل ونديها لك راس بصل. اقعد 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 يا بيا بنتي. ليه؟ أنا خرجت له وانا وتوا نحلوا الباب انا. ليه خرجت له انت؟ باش تقري درس وتقول له باش ما يجبدش حكايه شكاره الخيش اللي لفتك بها بميمتي يجعل عظيمتها في الجنه. يعطيك ما نتمنى يا زبيده اختي. هي هي وما بردت على ديك لما حكيتها لهم يا سعر الحكيكه. سامحني وخيتي الله غالب خرجت من فمي من غير ما نشهد. يلا عاد برا مشي يخرج حل لخوك الباب. لا لا بطلت ومانيش خرجت له، اكزح الغاد خليني نرجع لمطرحي. يا عاد يا نور دار القفل حليناش يا الباب يرعدوك في العذاب. بس شويه يا سعي قاعد انا واختك لطيفه نتعاركوا شكون يخرج يحلك الباب على خاطر وحدنا في الدار. تعرف يا اللي تخرف ها تسمعش بيها تعارك الريح مع القلاع جدرك عصاري. هيا مديامكم وحكم اني راجع لدوري. لا لا يا خالي اهديك اهديك هاكي زبيد اختك تطلب لك هالك هاي تفضل تفضل ادخل. مش مع الكل يستناو فيك يا شهر مرحبا بك ادخل. اي لين يستناو فيا علاش معملين لي خير ان شاء الله ماني نعرفها جرايرك كان ما ربي يسترني منها. لا لا تهنى يا خالي مستور بحول الله نار اليوم وعليك من الله منه للغد. ايه لا تبارك له اللي يمنك قل لي قبل أنا. البيه بنت اختي هوني ولا لا؟ لا هوني صمام الامان نتاعك من قبيله وهي تستنى فيك. ايه مبين عليها عليك بها اللي خرجت لي تجري. هات هات الهوني ياك القبقاب واخر عليا التالي تراه سلكني من بلاك. هاي تفضل اي القبقاب. واني بعيد عليك يا خالي ماني قلت لك تهنى وطمان سايس روحك واخلط علي. هاي يا بسم الله يا مالي الدار مالي الدار مرحبا بالظل في الشتاء. هيا السلام عليكم. وعليكم السلام يا خالي. بسم الله الرحمن الرحيم. وياكي شنية ياكي الرزمة اللي حذاك يا زبيد اختي؟ اما رزمة يعطيك فرحة يا سعيد ياك لطيف اختك غم على راسها ومتكية. يعطيها بخذة وهي شبيها متكية هكا مكوشة تقولش عليها قنفوط صوة. راهي مسكينة بردانة اسكن هي البردقانة يا خرنينة. ايا لقيتش ما تحير علينا يا سعيد يعطيك بخذة ديما تدخلنا بالمشاكل متاعك. او كنتي كيف رديتها رزبة وقام فوت صوة ما جاوبتكش. وانا كي دفعت عليها وقلتك راهي مسكينة بردانة قلبتها برقدانة وسمعتني الكلام. ابرك انتي كيف لقيت شكون يجاوبك وسمعك الكلام. امانة وخيك مولاة الدار صبحة مطفيتني وراخي علي النظر لا كلام ولا سلام. يا با يا بنت اختي تدور لي وجهك وتلفت لي راني جاي. مرحبا بك يا خالي ولا تقطع لك خيال. لا ظاهر عليك بيك اللي خرجت تجري وحليت باب دارك وهللت كيف العادة بخالك. ليه قاعد حليت لك أنا يا خالي وهللت وفرحت بك تحب أكثر من هكا؟ لا لا ما حشتيش بفرحتك أنت يا غدار. أنا ما حشتي كان بالعرصة متاع هالدار بنيت اختي لي وريني فيها غيار بجاه العزيز الجبار. هاكي هي راس المال يراها هلال فوق الجبال. يعيشك يا خالي عاد انت تعرف معزتك ومحبتك شنية عندي مسكنتك في قلبي مدى الحياة هذا اللي قلك وما نظنش كان تلقى شكون يحبك قديانا. لا هكاك انا عارف ويعز قدرك بنيت اختي اما الله غالب خلقني ربي مشكاك وخاصة كيف ندخل ونلقاك لاهية في حاجة وما تتلهاش بيا. ايه يا حليلتك بستتلها بيك
قيل عندها وليد صغير دخل من المكتب ويلزمها تنحي له الكرطابلة والطبلية. اتكلمت انتي يا حفنة التابل والكروية. ما لاش نعمل نتكلم على خطر كلامك يفرك اللحم. هيا غطي راسك وارجع تغم قبل ما يطلع لي الدم وترصيلك الليلة بيتها في قسم العظم. لطف علي ما قسم العظم. أنا سكت وغميت على راسي. ملا حكم وملا هو في هالدار. ويلادك من الأحكام يا أمك لطيفة. غير حظ روحك وبرا بعد ما نسافرنا اليوم. تاو نشوف شكون ماشي حز ويحام عليك بعد ما نقصد ربي ونخليك. لا تخليني ولا نخليك. أنا آخر ضربة بعد الفطور. طالعة لدرجة ليلة بنتي نقعد عندها ضيفة حتى ترجع أنتي من السفر. بالله هكا يا ميمتي. وأنتي تنجم تقعد فيها درجة ليلة بنتك جمعة ولا عشرة أيام؟ نقعد فيها حتى شهر. ولا نقعد حذاكم عايشة في الخطر. هذا خال عندك ويتعاشره تي هو في سير الأيام وعلى حد جايينه للفطور ومانيش سلمة منه. خلي عاد من قال ماشي يولي بيته ويصبح هوني. لا بنيتي خاطيني أنا ما زلت حاجتي بروحي. اقعد هوني وترس. قالوا درجة ليلة بنتك باهي هو عاد تحب تكمل تهبط علينا الوحش كاملة لاني من ولادي ولاني من خيتي. والله ماني عارف خايفة من خالي سعيد تقولش عليه سعيد ومشاكلها. أنا باش يكون في بالكم وكان مانيش مطمئن بيه عليكم راني ما نسافرش. حتى أنا كيفك ولايت خالتي وكان مش خاشة البر ومعمرة راسي بخالي سعيد والله ما نخليك تسافر. لشكون مش تخلينا ثلاثة نسام بو موحدنا في هالدار؟ كلام صحيح ولا غلط يا حاجة؟ لا بنيت أختي عندك ألف حق. الدار اللي ما فيهاش شاشية تطمع فيها السراق والقطعية. أيوة. أما سراق وقطعية يا أخي علاش قاعدين تحكي وتهز وتسط وحدكم؟ راني ماني فاهم حتى شيء من حديثكم. أما سفر وما أخوكم سعيد اللي ماشي واللي بيته يصبح حذاكم. ماني قصد ربي اليوم يا خالي ومسافر لإيطاليا عندي ماكينات القيشة مش نجيبها من غادي المعمل متاعي. إيه وقاعد باش تنوبني في الدار وترد بالك على الجماعة وتهليني عليهم. أهلاً بهالقصيم اللي جواصل للويداتي. خليني تو عاد نزيد نتعزز ونطلق سويقاتي. شبيك يا اخي راسك يا خالي سعيد فيش قاعد تخمم يا اخي؟ هو ما حكالكش على هالخرجه نتاعو؟ خاطيني بنيت اختي لا حكايه ولا جبد لي عليها جمله واحده. ورحمه عيشوشه مرتي اللي مشيت وخلاتني وحدي تو بس سمعتها من فمه. الله غالب يا خالي نسيت وراح من بالي هليمه الكل على اعصابي ومانيش لاهي. ما عندي ما نعمل لك وليد اختي وكل حد يحليله. جايني توا في اخر لحظه وتجبد لي هالمواله. اتكلمت من قبل وعلمتني قبل ما كل يد خذت اختها. ما يد اللي خذت اختها يا يد المهريز يا اخي اش ثم ولا اش عندك ما تعمل؟ ما طول النهار قاعد تبيع في الريح للمراكب. لا مراكب ولا كواكب يا زبيد اختي. انا حصلت عطيت كلمتي للراجل وما نجمش نصفها لي. اما راجل يا قضاء عاجل. اش بيك يا خالي سعيد تش قاعد تحكي؟ راهو كان على حد الليل باش تجي تبد حذينا وتونسنا. ما احناش باش نحبسوك 24 ساعة. والله ماني عارف نصيد في سير الايام ماذا بيه من هوني ما يخرج. تيلي كيف كنت يا احمد ربي يا خالي كنت تفطر معنا والسلام راهو وتوا مش تولي تضرب النوم على حساب ستة وتزيد تضرب تزامونات فطور وعشاء وشقرق. اين الشف لك الريق بجاه سيدي مصحيح لقيتني ميت بالشر ولا خصيص ليلك باش تقلي نضرب ثلاثة مونات؟ لا يا خالي حاشاك حاشاك سامعني يا سيدي انا غلط معك نفدلك عليك باك تعرفني هات. لا تعرفني ولا نعرفك ولا حاجتي بدارك ولا بماكلتك. اتهنى حتى انا غدوه مع الفجر مسافر وتحب لي جمعه كامله باش نرجع لهالبر. خير من الكل. ايا قوم قوم يا مصطفى وصلني لدرجه ليله بنتي من توا. انا دار ما يبيتش فيها راجل ما نزيدش فيها حتى دقيقه. اسكت انت يا حريقه محسوب زايده من بنتك ولا زايده من اختك؟ اتهد ضغط قالوا درجه ليله بنتك على محبة رجلها فيك باش تمشيله. اش قاعد تغني يا خالي؟ ترى عاود سمعني اش قلت؟ اما سفر وما جمعة تحب لك باش ترجع لها البر ان شاء الله مسافر للقروين الفضيلة بنتك وما قلت ليش. لا لا يا ابني تختي مانيش ماشي الفضيلة بنتي ومانيش مسافر للقروين. قاصد ربي البنقردان مع النوري جاري عنده حرجلوه متاع فيلا غاد ماشي ركبه. بالله هكا تسافر مع النوري جارك باش تونسوا وتسلم فينا نقعدوا وحدنا؟ لا نونسوا لا يونسني ماشي نخدم على روحي معاه على خاطر صانع مريض وتفهمت انا وياه باش يعطيني 70 دينار والمونة والنبات عليه وحصلت عطيته الكلمة. لا كلمة ولا سلمة يا خالي شدك الساعة من يدي. تفضل راهم 70 دينار والنبات والمونة متاعك هوني وان شاء الله بالشفاء الخالي. والنوري جاري
اش ماش نقول له يا وليد اختي تحبني نقعد في الحشومه معاه؟ تراه سبق لي 20 دينار ودخلت فيهم. تو نعطيهم لك انا بعد الفطور وهزهم له. يابا يا بنتي انا راهم يوليو 90 كيف تزيد العشري. اسكت انت الركتنين يا ابو وجهين، واللي تعرف تحسب يا جهله. خليني هجله ما يسالش، حتى انا عليا بالله كرهت الرجال منك انت ومسحتهم من مخي. لا لا ولا حال انت وشقه ولا يتلفتوا لك رجال. اش خلى حتى عساس الجبانه متاع ميمتي ومريتي ما حبش يرضى بي لا حيه ولا ميته. قال لي يعمل منك يا سعيد لطيف اختك كيف تموت ما تدفنوهاش عندي. يراه في طبيب هندي ما لقى ما يشتهي لي انت ولا هو. انا اشتهيت لك كل شيء وفي الاخر شيء ما صار، لا جاك راجل ولا جاك قضاء عاجل يا ركوت الماجل. يا خلبي قوم قوم الله يسامحك، قوم ما تجيش تضيع الوقت، قوم لازمك باش تجيب دبشك من الجنينه نتاعك وتعدى فرد مره للنوري، قول له دبر واحد اخر يسافر معه باش ما تخليش راجل معلق. اي قوم يقعد معلق ولا على كيفه، كيف ما يهمنيش فيه. بنت اختي ابجل منه هي اللي تسد عليا. قولي سدوا عليك الفليسات اللي ضربتهم من عند وليدي. هي ذيب لذيب قال له بني اختك، قال له 6 من 17 يا غدار. انا 17 دينار يا زبيد اختي، 70 دينار ضربهم من عند مصطفى يا اخي، ما شفتهمش كيف اعطاهم له. ايش قولك يا لطيفه؟ نعطيها لك لا تقرا ولا تكتب، خلي هالصفرة متاع نسيبك تبطل ويوخرها لبعد الخميس الثالث متاعك. لا لا يا ديك يا خالي ويكون الأقل منك يا خالي. ليش ناويلي تحب تخسرني في حق تذكرة الطيارة والتأشيرة وهكا اللي رميتهم في جيبك؟ الله ليش بتطلي هالصفرة؟ خلي الواحد على الأقل يمشي بدل الجو ويمشي يشوف ما يصلح به. أي شنو يا وليد خالتي، ثبت لي أمورك توا، مسافر تخدم على روحك ولا مسافر باش تبدل الجو؟ يا بنتي جد عليك، قال لهم بدل الجو تيك ندك على خالك سعيد وبرا الويجدك ماشي للشقاء والتعب وكيف ما يقولوها يا بني خالتي. إشهار اتصال التونس، تتمنى لكم عام سعيد، تتمنى لكم عام سعيد، تتمنى لكم عام سعيد.